يا من يريد القرب من مولاه القرآن لا ينسى أقول وما محمد ما فرقنا فرقنا تشاوي نكوين غير سيانو على محمد لنا رسول ترك الناس ما يشفع في أبيه والأخت مع أخيه أقول ما غرحنا أمو الأمو ما غرحنا مالي يلا منا
يلا هاك الله. عليه وصفه الأخيار من المهاجرين والأنصار وبه أقول محمد الله رسول وبه أقول وأنا محمد الله رسول كلام الله واجب علينا وما محمد لما لقينا قراءة القرآن عند الناس كما رواه أئمة الياسين حقه جاء به أقول وما محمد رسول الله أقول محمد ما رسوله وقالوا آية الحامل القرآن اشتحوا في القرى والحجران أقول محمد ما رسوله وقالوا آية الحامل القرآن يسل أروع يسل أروع منا بسم الله يلا قدم شو يا من يريد القرب من مولاه بالإقراء القرآن لا ينساه قدم الحافظ بما يقوله يا من يريد القرب من مولاه بالإقراء القرآن لا ينساه شاءت تكون لحرف عشر حسنات كذلك تمحى عنه عشر سيئات وما محمد الا رسول من الله اتى يلا اروح من هنا اروح اصبر اقول وما محمد الا رسول مرة هذا يوسف يلا اروح يلا هذا كي يدي منه رواه من نقله Thank you.
مشيا دروشيا.